يلا خليك عاد صار الصبح. انا كلش فرحان بهذا شغلي، بس انا قاعد اشتغل بالحدايق وصح اربح قليل، بس انا كلش احب شغلي لان ازرع ورد واسوي الحدايق، وانا الحدايق مالتي كلش حلوه، كل العالم يقولون انت حدايقك احلى حدايق. بس يلا خلينا نشوف اختي قاعده. لا اختي، هلا جيجي، صباح الخير. هلا اختي، صباح النور. اقول لك جيجي، كنت اسالك، انت ملك الشغل غير هاي شغلتك مال الحدايق؟ يعني تعرف هالحدايق ربحها كلش قليل، يعني بس الفقراء. اوه اختي، شنو ربحها كلش قليل؟ بس انا احب شغلتي لان شغلتي كلش حلوه، اول شيء اشتغل بالورد، ثاني شيء اسوي اشكال هندسيه كلش حلوه. اقول لك جيجي، شوف هسه الناس كلش حلو، يبيعون ملابس دايموند وذهب وكل شيء يسوون، ويفتحون حتى مطاعم، احسن هاي شغلتك جيجي، ايش قالوا تصير مثلهم؟ اوه اختي، انا ما احب هذا الشغل كله، انا احب شغلي، انت ايش عليك بيه؟ وجيجي هذه الاشغال بيها فلوس كلش هوايه. اوه انا ما اريد فلوس، انا المهم اخذ فلوس وعايش بيها والحمد لله، ما اريد غير شغل. يلا يا اختي صراحة اتاخر راح اروح، اوكي؟ بكيفك جيجي بكيفك. يلا خلينا. اي هسه انا طلعت، بس يا اختي دامت تدخل تقول لي عوف شغلك وعوف شغلك، بس انا ما اردي عوف شغلي لان شغلي كلش احبه، وبس يلا ما علي بيه، خل اروح اشتغل بالحدايق واسويه. اي يلا خلينا نروح. اوه هذا ايش بيه اخوي، دائما انصحه اقول له جيجي عوف هاي شغلتك ما تفيدك، بيه فلوس كلش قليل، بس هو ما يسمع كلامي، دائما يقول لي لا احب هذه الشغله ومستحيل اعوفها. اوف يلا يلا شو اسوي، خل اطلع هسه انا. يلا خل نروح شغلي، هسه انا فتحت مكتب جديد، وهذا المكتب بس العقارات بس الاغنياء، ما اشتغل الفقراء اي طبعا. واني كلش حلو اسوي بيوت لهم واسوي لهم مطاعم وابني لهم عمارات، كلش ابني لهم، واني بنائي كلش حلو. يلا هسه راح افتح المكتب حتى ما اتاخر. يلا يلا خلي اروح. يلا خلي اطلع من القصر، بس انا البارحه رحت للمملكه الثانيه وشفت انه حاطين حدائق حول القصر مالتهم، وحدائق كلش حلوه، وانا القصر مالتي ماكو حدائق حوله، بس لا هسه انا راح اقول للخادمه مالتي واقول لها تجيب واحد ويبني لي هاي الحدائق، اي لان كلش عاجبني حدائق. يا خادمه يا خادمه. نعم نعم يا ملك. بعد يا خادمه انا اريدك هسه تروحين للمدينه وتبلغين من يعرف يبني حدائق، واريد يسوون هنا حدائق حول القصر مالتي، ما اريد هيك تظل. اوكي اوكي ما يخالف، تمرني يا ملك، هسه راح اروح ابلغهم. اوكي. لما الملك يريد حدائق كلش حلوه. اي صحيح، يلا استعجلي، انا ما اريد هيك تظل بس خضار. اوكي اوكي هسه راح اروح على السريع. اي هسه انا دزيت الخادمه مالتي وقلت لها تجيب ناس يسووا لي حدائق حول القصر، لاني كلش تعجبني الحدائق، واذا اجى احد وبنى لي حديقه كلش حلوه راح انطي جائزه 1000 دايموند. اي اي، بس يلا خليني انتظر واشوف. اي هسه وصلت لهذا المكتب. هم الناس دلوني علي، قالوا لنا هذه البنية تشتغل بالعقارات وتعرف بالبناء، وأكيد هي راح تساعدني، وهي تشتغل بس الأغنياء، أكيد شغلها حلو، يلا راح أقولها. إيه أنا كلش فرحانة، هسا أجت خادمة الملك وعرضت علي الشغل إني أشتغل بالحديقة، لأن تعرف بي أنا أشتغل بالبناء وأشتغل بالعمارات وبناء المطاعم، وقالت لي أنت تعرفين؟ وقلت لها إيه، بس أنا ما أعرف أسوي بالحدائق، بس لا لا هي شكوا علي، هو كل السنة حديقة، هو زرع أزرعه وأحط مي. شوك علي وراح يكبر. بس انا عرضت عليه 1000 دايموند وهي وافقت. يلا هسه لازم احضر نفسي حتى باكر من الصبح اروح اشتغل بالحديقه. هي هسه وصلت الملك، لازم اقول له يا ملك يا ملك. نعم يا خادمه. هسه رحت على وحده غنيه فتحت مكتب جديد وتشتغل بالعقارات وببناء بيوت وبالمطاعم. اي كل زين. وحكيت وياها وعرضت عليه 1000 دايموند، ماني وافقت، قلت له الملك راح ينطيك 1000 دايموند، ووافقت تسوي لنا الحديقه. اي صحيح، اذا سويت لي حديقه حلوه راح انطيها 1000 دايموند. اوكي، هي من باكر راح تبدي، وتشتغل بهاي الشغله. اوكي يلا خلينا ننتظرها ونشوف شلون راح تسوي لنا الحديقه. اوكي اوكي يا ملك. يلا خلي اقعد صار الصبح. بس ها شنو، وين اختي؟ اوه هاي اختي اليوم طالعه من الصبح، زين ادري انا شلون راح اتريق، انا كلش جوعان، بس لا اكيد هي حيفت لي اكل بالصندوق. يلا خلي اشوف الصندوق. اوه ها شنو، بس صمون، زين يوميا تسوي لي بس صمون وتعوف لي، انا قلت لها اريد بيض اريد جبن وهي دام تعوف لي بس صمون، وبس ما اعرف وين راحت من الصبح. لا 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 هسه انا خليني اطلع قبل ما اتاخر. يلا خليني اروح شغلي. جيجي انا اختي، ها وين جيتي؟ اقول لك جيجي شوف، تعال تعال بدي احكيلك موضوع مهم. تعال. شنو اختي قولي؟ شوف جيجي هسه جيت من المنطقه وسمعت الناس كلها يحكون انه هاي الغنيه الملك دز عليها وراح تسوي لها حديقه، قال طلب انه اي واحد يسوي لها حديقه حلوه راح يعطي 1000 دايموند. شنو؟ إيه؟ الملك طلب من الغنيه؟ اي طبعا. جيجي ليش انت ليش ما دزوا عليك؟ انت ما تعرف تشتغل بالحدائق. ايش ما ادري اختي، بس يا الغنيه وين تعرف تسوي حدائق؟ هي اصلا حديقتها ما حلوه، شلون تسوي حدائق؟ ما اعرف جيجي، تقول هو الملك قال لي تعال سوي حديقه مالتي وهي راح تروح تشتغل عندك. اوه زين ليش ما جاوب علي؟ انا ما ادري. زين اختي ما سمعتش قد ينطون؟ هو سمعت، ايش فيك 1000 دايموند؟ شنو 1000 دايموند؟ اي طبعا طبعا.
حلو الف دايموند. زين شو ادري اختي، خلي اروح السريع بلكي وافقون علي اني اسوي الحديقه. اي صدق جيجي، روح اقول لهم بلكي وافقون. اي لحد يلا خلي اروح السريع. يلا باي باي اختي. باي 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 باي. اي هسه وصلت هذا المكان، هنا المكان المفروض اسوي الحديقه، بس ولا اني ما اعرف كلش بالحديقه، لان اني اصلا حديقتي ما حلوه. بس يلا شكو علي انه ازرع قطيتين وازرع جزار، اي اكيد راح تصير حلوه. لا لا وانا راح احط دايموند للملك، لان الملك كل شيء يحب الدايموند، واكيد هسه يقتنع ويطيني للف دايموند. يلا يلا انا جهزت كل اغراضي، هسه لازم اشتغل. يلا خلي اشتغل على الجهن. اي هسه بالبدايه لازم اعرف القاع حتى اسوي مكان المي. يلا يلا خلي احفر هنا انا. وبعد هنا انا احط المي، وهنا لازم احرس الارض حتى ابدي ازرع. اي يلا مو طوني عندي مي. اي ولي مي ولي مي. اي هذا المي. يلا خلي احط المي وبعدها ابدي ازرع. بس لا انا لازم الحديقه كلها احرثها، هنا احرث هنا احرث. اي واحد هنا احرث من هذه الجهه، راح اسوي الحديقه كلش حلوه، وبالاخير احط دايموند واكيد هسه الملك راح ينعجب بيها. يلا يلا خلي احرث عندنا هذه الجهه. ايوه اخيرا انا كلش فرحانه حرثت الارض كلها. اوه هسه سوى توني خربت الزرع كله. لا لا خلي اعدله. ايوه اخيرا هسه كل ما يكون شيء حطيت المي وحرثت الارض كلها، بقى بس اجيب الخضروات حتى ازرعها، شكو بيها حتى احط بديته جزر حتى يشوف مكان بعيد ويسوق هذا الاكل كله مو قريب. يلا باكر لازم اروح وباكر اجيب السياج واجيب الخضروات واجي اكمل شغلي. يلا يلا خلي اروح لاني كلش تعبت. اوف يلا يلا خلي اروح. اي صار وصلت قصر الملك، يلا خلي اقول له اسوي له حديقه. بس ها شنو؟ لا اجتي البنيه الغنيه وسويت له حديقه. اوه حرامات ما لحقتوني، انا عبالي انا اقول له اسوي له حديقه، بس اوف شو حسوي؟ راحت علي، يعني هسه ارجع لازم اسوي بس للفقراء. انا عبالي راح اسوي له حديقه و4000 دايموند بس ما راح اقدر. اوه يلا يلا شو اسوي؟ خلي ارجع للبيت. اي هسه انا وصلت البيت، بس اوف انا اليوم كلش ضايج. حوالي لحق هلا اختي. اختي شو بشر؟ انا هسه رحت وشفت هالغنيه باديه وحفره مسوي حديقه. شنو مسوي حديقه؟ اي اي لقيتها حافره وحاطه مي، يعني بعدك قاعد تشتغل بس ما مكمله. زين جيجي انت ليش ما رحت الملك وقلت له انه انا اشتغل بالحدائق وبنكه وحتي ما راح يحتاجك واقول لك تعال سوي لنا حديقه؟ واختي لا اقول لك هالغنيه باديه قاعد تشتغل حديقه، شلون انا اسوي لها حديقه؟ اي جيجي شكو بيها؟ يعني قبل هذا الملك يرد بس الحديقة احتمال هم يحتاج بعد، انت ايش خسران؟ روح اساله. ها يعني انت ايش تقولين؟ اي طبعا طبعا جيجي لازم تروح جيجي ما يصير تسكت. اوكي اوكي اختي بس هسه ما اقدر اتاخر الوقت، باكر من الصبح راح اروح اقول له ونشوف. اي جيجي لازم باكر من الصبح تطلع، مو تنسى هذا الشيء. اوكي اوكي لا ما راح انسى. ايوه اخيرا اجى الصبح، لازم اسرع حديقة الملك واكملها. اي بس هي الحديقة يحتاجها بعد ازرع لها بذور وازرع بيها بوتيتا وازرع بيها جزر. بس هسه بالبداية ما عندي هذه البذور، لازم اروح الاسواق حتى اشتريهم. يلا يلا خليني اروح. ايوه اخيرا وصلت بالاسواق. هلا اهلا اهلا عمو، اريد بذور واريد بوتيتا واريد جزر كل شيء راح اخذ، لان تعرف انا قاعد اشتغل بحديقة الملك وكل راح احتاجه. شنو تحتاجين بوتيتا وجزر؟ ليش هو شنو الملك راح يفتح مخضر؟ شنو يفتح خضروات؟ ما سمعت ايش تحكي. انا هذا شغلي. ويعني شو انت قصدك تستهزئ؟ لا لا ما جاي استهزئ، بس انت تقولي اريد بوتيتا وجزر، ايش تسوون بالحديقه بوتيتا وجزر؟ اي انت شو عليك انت؟ ما لك دخل انت. اوكي اوكي راح تاجر، خليني اخذ بذور واخذ بوتيتا واخذ جزر. يلا يلا هسه قول لي ايش قد الحساب كله صار؟ هذا الحساب صار 10 دايمون. يلا اوكي هاي تفضل. يلا هاي فلوسك، يلا خليني اروح. ها شنو هالغنية؟ قاعدة تسوي حديقة للملك وقاعد تزرعها بوتيتا وجزر، ادري غير تزرعها ورد، بس انا يلا شو علي بيها؟ خليني ارجع لشغلي. اي هسه انا وصلت، لازم استعجل، يلا خلينا نزرعنا بوتيتا. اي هذا السايق راح يسوي بس بوتيتا، وهاي جنب بس بوتيتا، وكل راح يصير هنا جنب بوتيتا، والجهة الثانية خليها جزر. اي وبعدها احط دايموند، هذا الاطار كله اسوي دايموند، حتى كذا الملك ينعجب بي. يلا هسه خليني اكمل هاي بوتيتا هنا، بوتيتا هنا. بس هذه تجي ازرعها جزر. يلا يلا خلي ازرعني. هسه كذا الملك راح ينعجب هالحديقه ويقول كلش حلوه. يلا خلي اكمل، اذا راح يعطيني 1000 دايموند. يلا خلي ازرع على السريع، مو بدي تاخراني. اي هسه انا قعدت الصبح وتريقت وجهزت نفسي، يلا خلي اروح اقول للملك بلكي يوافق اني اكمل اسوي له حديقه. اقول لك اخوي. اختي صباح الخير. شو تبعتك من البيت؟ انت غا تروح من الصبح للملك؟ اوه اختي ما انا قعدت الصبح تريقت وجهزت نفسي وهسه راح اروح. جيجي انت لازم تستعجل، يلا روح روح لا تتاخر. اوكي اوكي يلا راح اروح. باي 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 باي.
إيه صار وصلت القصر الملك، بس أوه يا الغرية قاعد تشتغل، قاعد تسوي الحديقة، بس أوف شلون راح أقول للملك؟ هسه يقول لي هاي قاعد تسوي الحديقة، بس لا خليه مشان يبيع شاي أختي وخليه أروح وأشوف بلكي يحتاج لما أشتغل. إيه يلا خليه أروح. إيه وهذا قصر الملك، واو شنو هذا قصر الملك كلش حلو. يلا خليه أدق الباب وأنتظر الملك ولازم أحكي. إيه يلا وصلت، افتح الباب افتح الباب. اي جيت، تفضل ابني. مرحبا يا سيادة الملك. اي يا سيادة الملك، انا اشتغل بالحدايق ودائما المنطقة كلهم يقولوا علي انه حدايقي كلش حلوة، فاجيت ورد اقول لك شنو رايك لو انا اسوي لك حدايق. ها انت تشتغل بالحدايق؟ اوكي ابني تعال تفضل احكي وياك. اي جيت يا سيادة الملك. يا ملك انا فقير واشتغل بالحدايق وكل الناس يقولوا لي انت تسوي حدايق كلش حلوة، فارجوك وافق اسوي لك حديقة لك، شنو رايك؟ لكن ابني انا بلغت قبل فترة انه اريد واحد يسوي لي حدايق، وسجدت هاي البنية الغنية هي قاعدة تسوي لي. ها ادري يا ملك، بس ما تريدني اسوي لك حديقة ثانية؟ واوعدك راح تكون الحديقة مالتي اجمل من حديقة هاي الغنية. اوكي ابني اذا انت هيك متاكد اني وافقت انه تسوي لي حديقه، وهسه راح اقول لك وين تسوي الحديقه. اي شكرا يا ملك، اوكي هسه راح اسوي لك احلى حديقه. اوكي ابني. شنو اني مو مصدقه، معقول هذا الفقير يجي الملك والملك يدخل القصر؟ زين ايش عنده ويا الملك؟ يعني احتمال راح يقول له انا اشتغل حديقه واني ما راح يخليني اشتغل بهذه الحديقه. اي احتمال راح يختار هذا الفقير. لا بس مستحيل انا اقبل، لا لازم انا اشتغل الملك، مستحيل اقبل على الفقير. يلا خليني اشتغل وكمل على السريع. يلا يلا خليني اكمل. ايوه اخيرا قلت للملك ووافق انه اسوي له حديقه. واه بس شنو، راح اسوي له احلى حديقه بالمنطقه. اي راح اسوي له ديزاين كلش حلو وراح اسوي احلى من هاي الغنيه. اي لا الغنيه ما تعرف تسوي حدائق. يلا خلينا نروح السريع. تعال اسمع لي شو وياك. ايش تدي من عندي؟ شنو ايش عندك ويا الملك وانت تحكي وياه؟ انا قلت للملك انه اسوي له حديقه وهو وافق، بس راح اجيب اغراضي واسوي له. زين ما انا قاعد اشتغل بحديقه الملك، انت شنو؟ اوه انا شو علي بيج، انت اشتغلين انا بس ولا قال لي هناك اسوي له حديقه ذاك المكان، تشوفين ذاك المكان هناك راح اسوي له. بس لا مستحيل تسوي حديقه احلى من عندي، انا حديقتي احلى من عندك. وهسه شوف وهسه الملك اكيد راح يختارني وراح يختار حديقتك. ما يخالف خلينا نشوف، هسه راح اجيب غراض وراح ابدا اشتغل بالحديقه مالتي. يلا خلينا نروح. خلينا نشوف. اوه شنو انا كله ضجت، يعني معقول الملك وافق على هذا الفقير انه يسوي له حديقه؟ بس لا مستحيل اخلي شخص يسوي احلى من حديقتي، انا حديقتي كلش حلوه وهسه راح احط لها دايموند. اي حط الصور كلش حلوه وكذا راح نعجب بيها الملك. يلا خلي احط هنا الدايموند. ايوه هسه اكيد راح يشوف الملك الحديقه مالتي احلى من هذا حديقه الفقير. يلا هسه خلي احط السياج هنا. اي هسه راح جبت الغراض كلها وجبت كل انواع الورود وراح اسوي احلى حديقه هنا. بس هالغنيه ما اعرف ايش قاعده تسوي، قاعد تزرع بوتيته وجزر. هو ادري الملك احتاج مزرعه لو محتاج حديقه، وبس يلا لا نشحلي بيه. يلا خلي هسه اشتغل بمواتي الحديقه واسويها. يلا خلي اشتغل. اي هسه خلي ابدي بدايه، خلي احفر. اي احفر نوع ثلاثه وخلي مي، اذا ازرع الورد بدون مي كله راح يموت. لا هسه خلي احفر انسان حفرته وخلي هذا المي. يلا هسه راح اسوي ايش اسوي؟ ها اوكي هسه بالبدايه خلي احرث هاي التربه حوله حتى ازرعها ورد. اي وين اوكي خلي اجيب هاي. اوكي يلا خلي احفر. يلا خلي احرث السنون وهنا. اوكي خلي اسوي لي مكان حوله وراها كله ازرعها ورد. زين شو اسوي يا ورد ازرع؟ ها خلي هذا الاحمر، هذا الاحمر كلش حلو. يلا خلي هنا. اي هسه انا قد اشتغلت بالحديقه مالتي وزرعت الورد وخليت مكان هنا خشب حتى يتمشون عليه وما يتوسخوني. بس هسه راح اجيب غير انواع ورد وراح ازرعها هناك. يا هذا الورد كلش حلو، بس اوه انا هذا الورد كلش غالي واخاف عليه واخاف لا تجي الطيور تاكله. بس شو اسوي؟ ها جت فكره ببالي. اي راح اخلي هنا فزاعه حتى الطيور من تشوفه تهرب ما تجي هنا. يلا هسه خلي ازرع هنا الورد. يلا خلي هاي البنفسجيه كلش حلوه وخلي هاي الصفراء وخلي الحمراء والزرقاء. اي راح اخلي كل الالوان. يلا خلي اكمل. وهسه انا كملت وزرعت الورد كله، بس واو والله الحديقه صارت كلش حلوه. بس لا هي بعدها ما كملت. اي خلي اروح اجيب المواد حتى اسوي الفزاعه وراح اجيب كراسي اخليها هنا وراح اصير احلى حديقه بالمنطقه. اي يلا خلينا على السريع. واو هذا شنو حديقه؟ هذه بيها كل انواع الورد، يعني معقوله هذه الحديقه راح اصير احلى من حديقتي؟ اوف لا انا مستحيل اقبل، لازم الملك ينعجب حديقه مارتي. اي مارتي هذه الحديقه يشوفها يقولها احلى من حديقه رانيا. لا مستحيل. يلا هسه خليني اروح، خاف يجي وشوف لي ناني واقفه. يلا خليني ارجع مزرعتي.
ايه هسه انا رحت للاسواق واشتريت هاي المواد وراح اسوي الفزاحة واخلي كراسي انا وراح اسوي احلى حديقة. يلا ناس ايش اسوي البداية؟ ها خلي الكراسي، ايه خلي هنا كرسي، ايوه كلش حلو هذا الكرسي انا اشتريته، وخلي واحد هنا وهنا واحد، ايه حتى هنا الملك وين ما يحجبه يقعد. ايه يلا يلا انا راح اخلي واحد بس، ايوه الحديقة بدون كراسي يا عمي يصير، شلون نسوي حديقة بدون كراسي؟ الواحد اذا يريد يقعد يم الورد وين يقعد؟ يلا خلينا انا، اي هسه انا خليت الكراسي بالحديقة، واو والله الحديقة مالتي صارت كلش حلوة، بس شو اسوي السبعات ها؟ اي خل اسوي الفزاعة، اي راح اخلي نوع الفزاعة بس راح اسويها كلش حلوة، خلي هاي اوكي، وراها شو اسوي؟ ها اوكي خلي هاي، اي يلا هسه شو اسوي؟ اخلي هذا السياج على شكل ايدين، اي صارت مثل ايدين، اي هسه بقى اخلي الراس بس لا بداية خلاص عادي يا ما اشوف انا كلش قصير، اي والله خلي الراس هنا اوكي واو والله الفزاعة صارت حلوة بس لا هي ما كملت، يلا خلي اكمل، اي هسه انا كملت الفزاعة مالتي واو والله الفزاعة صارت كلش حلوة، هسه اكيد بعد الطيور ما راح تنزل وتاكل الورد، وهسه اكيد راح يجي الملك ويشوفه وكلش ينعجب بي. اي يلا هسه شو اسوي؟ اوه هسه نسيت اسوي النافورة، يلا خل اروح اشتري المواد واجي اسويه، بس هسه لحق لا هسه تاخر اليوم، لا انا باكر اجيب المواد واسوي النافورة، اي يلا خلينا نروح البيت. شنو هذا الفقير؟ يعني شنو كمل شغله وراح؟ زين ايش سوى هنا؟ شنو؟ هذه فزاعة، يلا روح اشوفها. واو هذه الفزاعة كلش حلوة، زين شلون؟ يعني معقول الملك يجي يشوف الفزاعة هذا مال الفقير احلى من حديقتي اني، وانا حديقتي ما بيها اي فزاعة، لا راح اسوي فزاعة كلش حلوة، واحلى من هذا من فزعة الفقير. يلا يلا خليني اروح. هي هسه وصلت الحديقة مالتي، بس لازم بالبداية احط هذا الستاند، بس وين اخلي هذا الستاند؟ انا مكفر، يلا خليني احط الستاند، وبعدها راح احط راس الكربر، يعني ما عندي هذا الراس مال سنومان ما عندي، بس هذا الكربر موجود، شو راح اسوي؟ خل احط الجوارب مال الكربر، راح يصير كلش حلو، واحلى من ذاكي فزع، انا فزعتي احلى، بس هسه تاخر الوقت، يلا خليني ارجع البيت، وباشر نص الصبح اكمل شغلي، يلا يلا خليني اروح. هسه انا وصلت البيت، بس انا اليوم كلش تعبت، يا الحديقة كلش تعبتني، بس اكيد هسه الملك راح يشوفه وينعجب بي. يلا هسه خليني اروح البيت ارتاح، حتى باكر من الصبح اجي اكمل. يلا انا خلصت الباب. هلا جيجي. هلا اختي. ها اخوي بشر، كملت الحديقة؟ باي اختي، انا الملك وافق وبديت اشتغل بيها، بس سويتها كلش حلوة، سويت بيها فزاعة. بس اختي انا ما راح اشوفك هالحديقة، من تكمل تعال شوفي اوكي؟ زين الملك اعطاك فلوس؟ لا ما اعطاني. هو قال لي اشتغل واذا عجبتني راح انطيك 1000 دايموند. اي كل زين، انا متاكده هسه الملك ينعجب بالحديقه لان انت حلاقه كلش حلوه. اي اختي بس يلا خلينا نشوف هسه باكر من الصبح اروح اكمل وراح اسوي نافوره. اي يلا اوكي اوكي. اوكي يلا خلينا اماني. اوكي اخوي. اخوي جي 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 اقعد اقعد. ها اختي. انت ما يصير لو تطلع من الصبح حتكمل حديقه الملك. هاي صحيح اختي، اوه انا نسيت تاخرت بالنوم، بس لا هسه راح اروح اشتري مواد النافوره، اليوم لازم اسوي النافوره. راح اسوي نافوره؟ اي طبعا. كلش حلو. اي طبعا اختي، يلا راح اروح اشتري المواد واروح اكمل. يلا يلا استعجل ما بدك تتاخر. اوكي اوكي اختي يلا باي باي. باي 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 باي. واخيرا هسه وصلت الحديقه مالتي وخططت ملابس الفزاعه، حتى صف فزعتي كلش حلوه، هاي الملابس جبت لها وهذا التيشيرت هسه كلش حلو يطلع عليها، يلا خليني البسها ملابس. يلا تعال يا فزاعه يلا البسي لبسي، واو صورت ملابسك كلش حلوه، كلش عجبتني الفزاعه، هسه يجي الملك وينعجب بيه، يلا يلا خليني اطلع. هسه رحت للمحل اشتريت مواد حتى اسوي نافوره من كوارتز، الكوارتز لونه ابيض ويصير كلش حلو، يلا خليني اروح. يلا بس هاي شنو؟ هاي فزاعه. صحيح هاي فزاعه، بس والله الفزاعه كلش ضحك. هاي شنو الملابس هاي مال الكربر؟ يعني اكو واحد يسوي فزاعه من الكربر؟ هاي يمكن تريد الملك يشوفها وبعدين يصير بسكته قلبيه ويموت. لا 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 بس انا شعلي بيه، يلا خليني اروح اكمل مالتي الحديقه اسوي النافوره، يلا خليني اروح. هسه وصلت الحديقه مالتي، واو والله الحديقه مالتي كلش حلوه، يعني متاكد هسه راح تعجب الملك، بس لا هسه خليني اكمل اسوي النافوره، وين اسوي النافوره؟ اسويها هنا يصير مكانها كلش حلو، يلا خلينا النافوره. بس بداية شنو احفر؟ لازم احفر، يلا خليني احفر هنا، خليني اجيب مالتي الشفل واحفر. يلا خليني احفر على السريع. هسه انا حفرت مكان النافوره وخليتها كلها من الكوارتز، الكوارتز ابيض ويصير كلش حلو، هسه اخلي بعد هنا هسه لازم شنو؟ هاي اسوي عاليه واخلي عليها مي، بس شلون اصعد؟ ها هسه انا عندي بلوكات، يلا خلينا بلوكه وهنا بلوكه، يلا خليني اصعد، خلينا انا بعد، يلا اوكي، خليني اصعد يلا اصعد جيجي بعد، يلا اصعد، يلا خلينا انا هنا، اوه هاي صارت عاليه،
بس إيه وكل ما تصير عالية تصير أحلى. يلا خلا كمل. إيه هسوي صعدت. يلا خلا خلي الماي. واو والله صارت كلش حلوة. صارت النوفر مالتي عالية. بس هسه شلون انزل؟ اوه هسه راح اتدمج. اي بس يلا شو اسوي؟ خلي انزل راح لكفي. اي يلا ما صار شيء. بس واو والله النوفر حلوه. يلا خلي اكسر هذا حتى اكمل كل شغلي واروح ابلغ الملك. يلا خلي اكسر. اي هسه انا كملت النوفره وكملت كل الحديقه مالتي. بس شو اسوي هسه؟ انا ما اعرف اروح اقول للملك. بس لا خلي انتظر الملك هو يجي ويشوفه بنفسه، هو راح يقرر. هسه انا راح اروح. اي خلي اروح ارتاح بالبيت. يلا خلي اروح. يلا خلص الدباب، هسه انا حديقتي كملت، لازم هسه اروح ابلغ الملك. ايه هاي شنو حديقة؟ واو واو النافورة شكد حلوة، كلش حلوة هذي النافورة. اوه بس انا ما عندي نافورة. بس لا انا هسه ميك راح نعجب حديقتي. اي طبعا لان بيها دايموند. ايه يلا يلا روح ابلغه. ايه هسه انا خليت هذا الولد الفقير يبني لي حديقة وراح اشوف اني احلى حديقته لو حديقة هاي الغنية. يلا خل انتظر واشوف وبعدين اقرر. ايه افتح الباب افتح الباب. هاي من اجا؟ يلا خل اشوف. تفضلي يا ملك. اهلا اهلا يا ملك، انا كملت حديقتي واكيد هسه راح تعجبك الحديقه لان سويتها من دايموند. اي الحديقه مالتك؟ اوكي لحظه هسه راح اشوفها واحدد. ها يعني انا راح تعطيني 1000 دايموند؟ لا انا جاني ورد الفقير وهم راح يبني لي حديقه، ورد اشوف من الاحلى راح اعطيه 1000 دايموند. يعني اذا ما عجبتك الحديقه يعني ما راح تعطيني 1000 دايموند؟ اي طبعا ما انطيك، خلينا نشوف البدايه. يلا اوكي تعال تعال يا ملك اكيد هسه تعجبك. يلا خلينا نشوف. انت هاي الحديقه مالتك؟ هاي الحديقه، تعال شوف ايش قد حلوه، فيها كربار وكلش حلوه. ها شنو؟ ها شنو خلي كربار؟ هذا راح ينفجر. شنو؟ لا هذا مو كربر حقيقي، هاي فزاعه. وهاي فزاعه؟ هو اكو واحد يسوي فزاعه من كربر؟ شنو هذا ما حلو؟ لا يا ملك هذا كلش حلو الكبر. تعال تعال شوف عن قرب اكيد سيعجبك. تعال تعال خلينا نشوفه. بس ها شنو هالحديقه؟ بعد وين الورد؟ ورد؟ ليش اسوي بالورد؟ هو بي جزر وبي كل شيء موجود وبي ويد وكيد هذا راح يفيدك وحتى بوتيته موجوده. شنو جزر بوتيته؟ اي طبعا. ليش هو من يقول لك انا محتاج جزر بوتيته؟ انا ملك انا عندي كل شيء. زين يا ملك يعني هسه الحديقه ما عجبتك؟ بالعكس بيها جزر وهذا جزر يفيدك. ومن يقول لك انه اريد جزر؟ اوه هاي شنو؟ هاي مو حديقه، هاي مزرعه، هاي ما عجبتني. لا لا يا ملك تعرف انا كلش تعبت بيها، يعني ما راح تعطيني 1000 دايموند؟ ما حتى احط دايموند بكل مكان، قاعد اشوف راح اجيب كل بيها دايموند. لا انا هاي المزرعه ما عجبتني وراح انطيك بس ايش قد كلفتك؟ راح انطيك الفلوس وال1000 دايموند ما راح اعطيها لك. لا لا ارجوك يا ملك ارجوك. يلا خليني اروح، خليني اروح اشوف ذيك المزرعه دي اشوفها من بعيد، بس مبينه كلش حلوه. يلا خليني اروح. اي هسه انا وصلت هاي. واو هاي شنو الحديقة؟ هاي الفزاعة. واو والله شكلها كلش حلو. اي هي هاي الحديقة اللي تعجبني اني. بس شو اسوي؟ هي راح انطي 1000 دايموند لهذا الفقير لان هو سوى الحديقة احلى. اي خليني اروح للبيت وادز المساعدة مالتي تنطي لي فلوس. يلا خليني اروح. يا مساعدة. نعم نعم يا ملك. اي انا جيت جيت. يلا هسه خليني انطي 1000 دايموند. نعم هذا الفقير يستاهل. ضحي اسمعين يا مساعدة. تروحين هسه تعطين للفقير 1000 دايموند لان سووا لي الحديقة كلش حلوة وكلش عجبتني. ها اعطي 1000 دايموند؟ اي طبعا. زين وهذا الغنية؟ الغنية لا انطيها بس فلوس جت كلفته تنطيها لان سوت لي مزرعة ما سوت حديقة. شنو سوت مزرعة؟ اي طبعا. يلا اوكي ما يخالف راح اروح هذا الفقير واعطي فلوسه. اوكي اوكي. اي انا كملت الحديقة مال الملك بس هسه قاعد انتظر وكلش خايف احتمال الملك ما تعجبه وبس شو اسوي؟ لا لا خل انتظر هنا واشوف اكيد اذا عجبته راح يدز علي. اي يلا خل انتظر. افتح الباب افتح الباب. اوه هاي ما اعرف من اجى. يلا خل اشوف. مرحبا انا مساعدة الملك والملك دزني لك بمناسبة المكافأة وهاي 1000 دايموند تفضل حديقتك كلش حلوة. الملك عجبت الحديقة مالتي؟ اي طبعا طبعا كلش حلوة الحديقة. اوكي اوكي مكافأتك 1000 دايموند. 1000 دايموند؟ اي طبعا يعني انا راح اصير كلش غني. شكرا شكرا يا مساعدة، هسه انا راح اصير هاي 1000 دايموند راح اتغير حياتي وراح اطلع من هذا البيت. ولينا حبايبي وصلنا الفيديو اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة ونلتقي في فيديو جديد. مع السلامة.